مرحبا جميعا، جاسر مصطفى وفيديو جديد ووظفك. خلينا نبلش. اول شيء بدي احكي لكم انه انا من فتره صرت عم بحكي انه المطارات عم تفتح، صرت عم بحكي انه الدول صارت عم ترجع تتعافى من فيروس كورونا ومن تداعيات فيروس كورونا ومن الحجر والى اخره ومن اللوك داون. كل شيء عم ببلش يرجع طبيعي، وحكيت انه الوظائف راح يزيد الطلب عليها لانه في فتره الكورونا في كثير ناس تفنشت من شغلها، والوقت الحالي هو الوقت اللي عم تطلب فيه الشركات وظائف جديدة وموظفين جداد. علشان هيك أنا صرت عم بحط بالفيديو استبعوني الوظائف اللي عم تنطلب، بحاول أشملها من كل التخصصات لحتى تقدروا تشوفوا إيش في وظائف ممكن إنها تكون مناسبة لإلكم. مثلا من الوظائف اللي أنا راح أحكي عنها اليوم وظائف في شركة مايكروسوفت وموجودة في دولة قطر. زي ما بتشوفوا على الشاشة، أول وظيفة مطلوبة في شركة مايكروسوفت في دولة قطر فني مركز البيانات الثاني. هلا راح تسألني طب المركز البيانات الأول، راح أقول لك لا، مركز البيانات الأول مش طالبين له فني، مركز البيانات الثاني طالبين له فني. الوظيفة الثانية المطلوبة في شركة مايكروسوفت فني جرد ومركز البيانات، وبين قوسين هي فني لوجستي. الوظيفة اللي بعدها فني مركز بيانات أول، شكله صار في شاغر في مركز البيانات الأول فهي انطلب في مركز البيانات الأول. وغيرها كمان الوظائف زي ما عم بتشوفوا على السكرين كلها مطلوبة في مايكروسوفت في دولة قطر، والتقديم من خلال الرابط اللي عم بتشوفوه على البوستر الموجود على السكرين واللي أكيد راح نحطه في صندوق الوصف تحت الفيديو. فإذا أنت بدك تقدم على هاي وعلى واحدة من هاي الوظائف انزل على صندوق الوصف واكبس على اللينك وانجوي. الشركة الثانية اللي راح أحكي عن الوظائف الشاغرة فيها هي واللي موجودة برضو في دولة قطر، هي اسمها تراديفي أو whatever الاسم سيرفيس، وهاي الشركة طالبة مطورين للويب ومطورين .net ومطور جوال ومساعد مكتب وعدة وظائف زي اللي عم بتشوفوها على السكرين. فإذا واحدة من هاي الوظائف لقلك، جو أهد وقدم على اللينك الموجود على البوستر اللي عم بتشوفه على السكرين. الوظائف اللي بعدها وظائف شاغرة في شركة المانع في دولة قطر. شركة المانع في دولة قطر هي شركة معروفة وكثير ناس تحب تروح تشتغل فيها، وإلها كثير تخصصات تشتغل فيها هذه الشركة. ومن الوظائف المطلوبة في شركة المانع مستشار مبيعات ومساعد مستودع واخصائيين اسهم، وغيرها من الوظائف تقدر انك انت تشوفها على البوستر موجود على السكرين، وتقدر تدخل على اللينك اللي موجود على البوستر وتقدم الوظيفة اللي بتناسبك. اما شركة سيلفر رايت هطالب الوظائف الموجودة، وبرضه حاطط لك اللينك، فجو اهيد وانجوي وقدم. وهلا لانه في عندنا كثير ناس بتسال عن وظائف في دول غير دولة قطر، فحبيت احط لك مبين معانا على السكرين اللي هو وظائف في فندق روتانا في دولة الامارات. والوظائف زي ما انتوا عم بتشوفوها على السكرين متنوعة، من فني خدمات، من شيف طبخ، من مضيفين، من اشياء كثير انا راح اقراها. في اشياء انا اصلا ما بعرف شو هي، بس اكيد اللي بيشتغلوا بالفنادق عارفين شو هي، زي قائد التحول المضيفة، هذا انا مش فاهم شو بده. طبعا طالبين كمان سكرتارية، طالبين كمان تنفيذيين مبيعات، طالبين كمان شفات شرقي وغربي، طالبين وكيل مكتب الاستقبال، مشرف التدبير المنزلي، وكثير وظائف زي اللي انتم عم بتشوفوها على السكرين. اللي بيشتغلوا بوظائف الفنادق اذا بتحطوا لنا معاني الوظائف الموجوده اللي احنا ما بنعرف شو هي، بكون كثير ممنونكم. وبرضه عشان الناس اللي راح تحكي لي طب حطيت لنا في دوله الامارات، حطيت لنا في مكان ثاني، فانا حط لكم كمان وظائف في دوله السعوديه اللي عم تطلع معنا على السكرين. فاذا انت واحد من الناس بتشتغل في هاي الوظائف، فاكيد راح تروح تقدم، وان شاء الله انه لما تفتح المطارات انه يكون لاي حدا من اللي عم بيحضر هاي التشانل فرصه انه يشتغل في هاي الوظائف. لكن زي ما انا حكيت لك قبل هيك في كثير فيديوهات، انه اذا انت بتشتغل في وظيفه معينه فحاول انك انت تتميز في هاي الوظيفه علشان انك انت تكون الشخص اللي راح يتم اختياره. حكيت فيديوهات كثير كيف يعني انت ممكن تشتغل حالك في الوظائف تبعتك، واذا عملت اصلا السي في تبعك فروح احضر الفيديوهات اللي بتحكي لك عن موضوع كيف تعمل السي في بطريقه جيده، اللي انا عملتها في سلسله اسمها كارير توكس مع وفاء، واللي هي متخصصة في مجال الـ HR والـ Recruitment وإلى آخره. ونرجع أكيد لدولة قطر، لأني دائما بحكي عن وظائف موجودة في دولة قطر، فهذه اللي عم تطلع معك على السكرين حاليا هي شركة شيلتر، طالبة مهندسين مواقع، مهندسين إنشاءات، ومدراء مشاريع أو مدراء إنشاءات ومدراء مشاريع، وغيرها من الوظائف اللي عم تكون على السكرين مع اللينك اللي أنت بتقدر تقدم
عليه، فجو اهيد وقدم، ظبط السي في تبعك زي ما حكيت لك، اشتغل على حالك. اذا في برامج لازم تتعلمها تعلمها، اذا في سكيلز لازم تتعلمها تعلمها، اذا في اشي يو هاف تو ماستر وانك انت تسيطر عليه بطريقه اكبر، فحاول خلال الفتره هاي انك انت تسيطر عليه، لانه قريبا جدا راح تفتح المطارات. زي ما حكيت فيديوهات تاني انه فتحت اصلا المطارات للناس اللي بترجع على الدول اللي كانوا بيشتغلوا فيها، ف مش بعيد عنا كمان شوي انها تفتح المطارات للناس الثانية اللي ممكن تطلع لها فيز جديدة. وهذا انا ما بستبعد انه يكون بالكثير بالكثير مع اخر هاي السنة ان شاء الله انها تفتح المطارات، ترجع الامور طبيعية ونقدر انه احنا نجيب ناس من خارج الدولة اذا احتجنا علشان يشتغلوا معانا داخل الدول اللي احنا فيها. واخر مجموعة معانا لليوم في هذا الفيديو هي مجموعة او شركة علي بن علي، شركة كبيرة موجودة في دولة قطر، طالبة ناس تشتغل الوظائف اللي عم بتشوفها معانا على السكرين، واللي منها مساعد مدير مطعم ومساعد جزارة أو لحام أو لحمة أو whatever، وجزار أو لحام وأمين صندوق وغيرها من الوظائف المذكورة في هذا الإعلان مع اللينك اللي أنت بتقدر تقدم من خلاله. أنا برجو من كل اللي بيحضروا للتشانل إنه إذا أنت بتدور على واحدة من هاي الوظائف، أنا نوعت كثير اليوم في هذا الفيديو في وظائف كل الناس ممكن انها تكون تشتغل فيها، فاذا انت واحد من هذول الناس بترجاك انك انت تضبط السي في تبعك وتضبط الايميل تبعك وتبعت دايركت لهاي الوظائف. وزي ما حكيت لك اذا في اشي يو هاف تو ماستر جو اهيد واشتغل على حالك فيه، وارجو منكم انكم تبعتوا هاي الفيديوهات لاكبر قدر من الناس اللي انتم بتعرفوهم لحتى يستفيدوا من هاي الوظائف. واذا لقيت انه هاي الفيديوز مفيده وممكن تساعد الناس، فيا ريت اذا بتعمل لنا اللايك وتعمل سبسكرايب للشانل عشان تشوف الوظائف دائما اللي انا بعلن عنها، وتعمل شير للفيديو او ترسله للناس لحتى يستفيدوا منه. وللناس الثانيه اللي عندكم ability انكم تحطوا لنا معلومات عن وظائف متوفره، فيا ريت لو تحطوا لنا اياها في الكومنتس، او انكم تروحوا على الجروب اللي اسمه جوب اوبورتونيتي او جوب او بي بي على الفيسبوك، اللي بنحط عليه مرات كثيره اعلانات لوظائف. يمكن شوي بالمره الاخيره ما حطيت عليه اعلانات لاني انشغلت شوي، لكن اكيد راح نرجع نكمل على هذا الجروب. ولا تنسوا الويب سايت تبعنا وجيسوباي.com اذا انتم احتجتوا اي ملفات بخصوص التوظيف للشركات اللي ممكن تتواصلوا معها، موجوده على هذا الويب سايت. ومن هون لحتى تلاقوا الوظيفه اللي انتم بدكم اياها. بشوفكم بالف خير وسلامه وسلام.